سامحني نجم نرجع له الورد اللي عطاه لي؟ كيفاه؟ نجم نرجع له الورد اللي عطاه لي؟ رجع لي يا مسيد. تيان واش سي بوغ توا هذه رجعوا لك اوكي؟ هذم زوز ما يعرفوش بعضهم، بيناتهم حيط وحد ما يشوف في الاخر، باش يحاولوا يتعرفوا على بعضهم اتخافيغ مواضيع كيما العرس، اللايف ستايل وبرشا حاجات اخرين، وفي الاخر قبل ما يشوفوا بعضهم باش يقرروا اذا كان باش يخرجوا في ديت اخر ولا لا. عسلامة. عسلامة. صفا لاباس؟ الحمد لله. أول مرة تخرج بلايند ديت؟ وي. المدرسة. باهي. أنت ظاهر فيك مش أول مرة. باش نبدا لك بهذيا. أوكي ميرسي. ويلكم. سي مينيا. أو. داكوغ. التيم الأول ماني. شنو علاقة الفلوس. الفلوس تحي النفوس هكا ايه تحب الفلوس برشا معنا شكون ما يحبش الفلوس لازم الفلوس ولا لازم هي وسيله معناتها باش نجم تعيش عيشه باهية اي مش كل شيء اي بيان سور الحاجات معناتها الحقيقيه في حياتنا ما تنجمش تشريهم بالفلوس واللي تكون بازي عليهم حياتنا ما تنجمش تشريهم بالفلوس كيما الصحة مثلاً، كيما العائلة، كيما نعاشين الحب نجمش تشريهم بالفلوس أما لازم الفلوس هكا ولا؟ أي وأما أهم الحب ولا الفلوس؟ الحب بلاش فلوس زيدا ما يوكاش الخبز والفلوس من غير حب ما نجمش تكون ياسر فرحان في حياتك خاطر كل شيء نعم فيه بحب تي ما تنجمش تاخذ كل شيء زيدا في الدنيا تي اوكي ما نجمش تاخذ كل شيء مثلا انت يقول لك المال والبنون زينه الحياه الدنيا البنون هي فرحه وباش حب من غير مال تنجم تعيشهم في تعاسه وتعيشين في تعاسه ولا مش بالضروره اوكي وانت شنو تخمم كيفاش شنو عندك الفلوس في حياتك حاجه مهمه او ماهيش مهمه على الاخر معناتها مش بريوريتي داكور مش بريوريتي معناتها تنجم تعيش من غير فلوس قلت لك مهمة أو مش مهمة كبيرة معناتها مش حاجة هي أهم حاجة معناتها فاش تحط فلوسك ملاكي هي مش بريوريتي برشا حاجات كيما كيما الحاجة اللي تفرحني كيما ما نعرفش ننفستي شوية فلوس تنفستي فاش؟ في برشا حاجات حاجات تنجم تدخلك فلوس ننفستي في روحي اللي هي أهم حاجة تنفستي في روحك يعني شو معناتها تاخذ حوايج تعمل فورماسيون شنو تعمل؟ مثلا كل مره نعمل فورماسيون تزيد فيا نعمل بار اكزومبل فواياج نسال للمهندس رسول الله مرات حتى ناخذ روحي كدويت عبدي فرح روحي اي بيان سور حتى نعمل الفدائي اللي توصلت المرحله انه ناخذ روحي كدويت سي بيان والله سي بيان اما الفلوس الفلوس ذيك شنو تعمل بها معناتها جوست تنفيستي على روحك هاو هاني قلت لك ابار زاد انا انفيستي في بروجي صغير ولا حاجه هكاك وانت سي بيان نعم كل شيء الفلوس نعيش بهم الفلوس اي شنو تعمل في الدنيا انت؟ انا شنو نعمل في الدنيا؟ نقرا سامحني؟ نقرا دونك مازلنا ما نحكيوش على برشا فلوس مصروفك انت تصرف من داركم والله ما سمعتك انت تصرف من داركم معناتها تاخذ في مصروف لا ريت ما كي تغلط تحكمش ناخذش في مصروف من الدار مالا شنو تعمل؟ ما نقرا ونخدم شنو تخدم؟ توم بعد نقول لك مش توا دونك حاب نقول لك شنو نقرا ما سالش شنو نخدم لا باهي مسال انا عملت ليسونس ان ماركتينغ وتوا نعمل في فورماسيون في الكوميرس انترناسيونال ما شاء الله وين شنو قاري؟ انا عملت قريت في الانستيتيو سوبيريور ادمينستراسيون دي زافير في صفاقس كونتابيليتي داكور وتوا نخدم كونتابيلي ما نقول لك توا كونتابلي مالا كيفاه؟ كونتابلي لا نخدم بانكيجي اي اما باغ اكزومبل ما تشرطش برشا امور الفلوس يكون يخدم مثال ما تشرطش عليه امور صيغه صيغات واخوات وصلنا للصيغه انت جمله ظاهر فيك مزروع ما تشرطش اسمعني نسمع فيك واتى الفقير بما عنده لكن انت معناتها انا واحده من الناس قبلت بعبد نعرف السيتياسيون نتاعو وكل شيء راني مانيش باش نطلب منه المستحيل فهمت اللي
اللي عنده يزازي، أما المهم هو يكون ريسبونسابل ومعناتها قادر إنه يتحمل مسؤوليته، فهمت؟ في الدنيا كها مش لازم الدنيا ماشي صياغات ودرا شنو، سام في بليزير بتبيع عليه كادو زيدا، أما كي نعرف العبد هو شنو على شنو قادر ما نجمش نطلب منه حاجة أكثر من طاقته، ولا؟ ميرسي دايما انت باش تحل جنينه هذوليوني. قداش طولك انت؟ متر 80. وانت ما تسالنيش عاشك عليه خاطرني قصيره. قداه؟ متر 62. سافا معناتها تقف بهذا يجي في قلبي بالضبط. بون عطيتك كريت باهي على الاخر. باهي على الاخر؟ اه صح عليا ملا. وانت؟ ليهو ليهو حقيقة باش ما نكذبش عليك. اوكي سافا بي مش خايب هو راه. حتى انت مش خايب. تحسها متاع العبرة في المشاركة. ايه حتى انت مش خايب بي. ميرسي. ميرسي. شنو جايبولك انت؟ والله اموري في الكريم شانتي. وانت وين امورك؟ كافي كلاسي. كيفاش تعدي وقتك؟ كيفاش تعدي وقتك؟ كيفاش نعدي وقتي؟ كان ما نقراش نقعد في الدار. ساعات نخرج مع صحابي على ذكر صحاب. انت يقلقك معناتها مثلا كان تبدا البارتنير نتاعك عندها ان بيست فريند راجل؟ يقلقني برشا. ابو اوي عايش؟ والله انا ما نمنش برشا بين الصحبه بين الطفل والطفلة. بون نجم يكون عندنا دي زامي اون كومون مثال اصحابي انا اصحابك انت اي، اما باش هي عندها بيست فراند ويطلبها ويكلمها وعندهم حكايات وحده ما نقبلش بها. تخيل فهم حتى راجل نجم يقبل بها الحكايه ذي. عندك انت دي بيست فراند اولاد؟ افيت فما دي كا يكونوا دي ميور امي من اللي هما صغار معناتها يبداو عايشين مع بعضهم كيما الاخوات وكل شيء. هذيك بوتيتخ تتعدى ولا، اما باش تكبر وتتعرف العبد اللي معاك البارتنير اللي معاك وبعديك تعمل اميو غامي هذيك اللي ما نقبلهاش انا بوتيتخ. وجهك كيفاش تعدي نهارك؟ بون نخدم نكمل خدمه نمشي سال سبور كل نهار هذيك فيكس براتيكمون 4 ايام 5 ايام في الجمعه. الويكاند سا ديبون انت والطقس، كان صيف ولا شتاء ولا فاز هذاك فما كان في الصيف هذاك باز هامله وخارجه، في الشتاء مرات عشاء برا فازا كيكا، سينو راكشة ونتفليكس في الدار كي تبدا مطر سيرتو فازا كيكا. وانت؟ مطر ونتفليكس وبيتزا بيبروني. صحيح على ميريكان. اوكي انا نحب ياسر القعده في الدار. بيتو تي سورتو كي هكا البريود الاخرانيه من حياتي وليت نحب ياسر نقعد في الدار، نحط فيلم كيما قلت انت ولا سيري ولا نقعد نخمل في حاجه هكا كان واسع بالي. سينا نخرج مع صحابي. كا هذيك هو شنو نعمل ابار سا. كنت نترينا حتى هنا وبطلت. على ذكر الانترينمون فيت خاطرني ما نشدش الريتم هنا قلقيه نفحاجيه نفحاجيه فوالا. حتى في العباد؟ في العباد انت وشطارتك انت وشطارتك يعني تطير لي في ساعه ما عندي وسع بال. سافا تحب الحيوانات؟ على الاخر. عندك حيوانات؟ عندي قطوس في الدار مش هيب لي راسي والله مش جمع. كان شوفوا انا عمري ما ريت قطوس هكيكا على فكره معناتها القطاط وفيت ام وسيموا وبوها عربي معنا عادي اكل احمر ولا كيفاش اورانجي، اما هو طبيعته انا نعرف القطوس هكا يجي دحنس يحب معناتها هكا يمسحوا عليه. قطوس تجي تمسح عليه يقول باش تشري كعركه. ما فهمتوش ما فهمتش علاش مربيته انا ان توكا. ما يدورش بينا يدور بينا كي يحب ياكل. نوت خير من بكري؟ حتى انا نوت خير من بكري برشا. فيت على خاطر لقيت لي العبد كيمشي يخدم على روحه صباح وماتينا كل شيء يبراتيك دو سبور يحب الحيوانات سافا بيا. شكرا. ميرسي. سي بو المنظر ياسر مزيان ان توكا.
أما الحقيقة عمري ما ريت تعرف شنو عندي هنا هوني. شنو عندك؟ عندي كوسكسي. سامحني إذا ما يتسميش كوسكسي، إذا يتسمى عن كوسكوس أو فخوي دماغ خاطر تحز وغفيزيتي. عمري ما ريت كوسكسي هكايا. أما الكوسكسي يقعد أبيض زايد، لازم هكا كوسكسي مشخشخ كيما نعرفينا. حب الميكلة أنا، حب الميكلة والحوايج. على ذاك الحوايج باللي نحب نسألك سؤال. كيفاه؟ على ذاك الحوايج نحب نسألك سؤال. عندك ليميت انت في اللبسه معناتها هكا مغيار حزار؟ فمش حدا راجل مش حزار. اما بون قبل عمره ما صارت لي مشكله في حكايه اللبسه، خاطر جينيرالمون انا ما نخرج المعطوف، لكن كي تعجبني كيفاش كيفاش تلبس كيفاش انا كونتر مثلا انه راجل يتعرف على طفله متحجبه يقولها لا نحبك مش متحجبه، ولا يمرجها، ولا يتعرف باغ اكزومبل طفله لبستها ياسر تلبس قصير والكل يجي يقولها لا ما نحبش طفله تلبس القصير ويمرج لها الكبده نتاعها. دونك جينيرالمون نخرج مع البروفيل اللي يعجبني اول مره بلايند ديت. مناش داكوغ. انت تلبس ياسر قصير؟ انا بالمناسبه معناتها مش وقصير قصير ولا شو قصير قصير عادي مع نورمال نورمال عادي معناتها انت بالمناسبه مثلا مش نمشي العرس ولا حاجه نلبس بيتيت غاب نورمال. باغ اكزومبل في البحر كيفاش تشوف الطفله ولا طون بارتنير يلبس ولا ما عندوش الحق باش يلبس الحاجه هذيك؟ ما عندوش الحق مثلا يلبس دو بيس. داكوغ. تلبس دو بيس؟ نو نلبسها مع حاجه اخرى شورت شورت ولا فازا. وي بون تنجم تلبس لي انا دو بيس نورمال. نعم تنجم تلبس لي انا دو بيس نورمال. استنى لحظة، النجم نعطي نوت توا أنا ولا لا؟ عليه مادام تلبس دو بيس. اسمعني الغافيولي حتشتروا فيها حاجة ولا ما فهمتش؟ لا حول. دونك أنت ما تلبسش دو بيس، أون فماش مشكلة. تحبش نلبسك أنت دو بيس؟ باهي نحكيو على ريد فلاكس توا. شنو هي أكثر حاجة ريد فلاكس فيك أنت؟ انا ما نحبش مثلا الخنقه باش هاي ما نحبش باش حريت. لا حاجه اللي تفلك فيك انت فيك انت. فيا انا اي ديفو فيك انت. فيا انا شنو مثلا؟ فيا انا باش حاجه عندي ديفويت باش ديفويت تصدق ميساج اعطيني ثلاثه. اكزيجانت شويه. كيف اكزيجانت شويه باهي كيبدا اكزيجانت ما نعطيكش صحيح من الاول معناتها حتى اللي نعرفك انت بالكدا شنو هو. باش حاجات نعرفش انت مثلا شنو شو الحاجات اللي ديفو اللي عندك؟ انا بديت نشوفها على فكره في اللي ديفو. على فكره ما عندها انا عنيدي مش نورمال. العناد والواد مش عادي في الحياه. شنو سامحني نجم نرجع له الورد اللي عطاهولي؟ كيفاه؟ نرجم نرجع له الورد اللي عطاهولي. رجع لي يا مسيح. تشان. مش سي بوغ توا هذه رجعوا لك اوكي؟ اوكي. فيت نحب راجل جنتلمان يعرف يحكي. سيرتو في فيرست ديت. اوكي ما يفشلنيش كيما الكسكسي الابيض هذي. ريت تحسن ولا تحسنت؟ انت انا علاش تسال الحقيقه نتاع ربي اجي نقول لك حاجه. قول لي فيها نمر كبير برشا. حتى انت والله. والله العظيم فيها نمر كبير برشا زيد. نفس الشيء. ميرسي. سافرت قبل؟ ليه؟ انت سافرت قبل؟ سافرت وين مشيت؟ مشيت مرتين برازيل. برازيل؟ اي مرتين. وش عملت في البرازيل؟ والله عملت جو. عملت جو؟ اي مع شكون شاكيرا؟ شاكيرا؟ مع صحابك ولا صحباتك؟ الزوز مخلطين صحابك. صحابك وصحباتك؟ يقلقك؟ كان مثال نو ما يقلقنيش. انت مشيت على روحك قبل؟ لا نحكي لك في المستقبل. شو في المستقبل؟ كاين باغ اكزومبل بارتنير نتاعك؟ كاين مساحيد فوالا كاين
فعلا. يسافر هو بار اكزومبل معاها مخلطين اولاد وبنات. اولاد وبنات باش يعملوا جو. اه برشا جو. انا الحقيقه نتاع ربي مون بارتنير كان باش يمشي يخرج يعمل الجو هو وصحاب ولاد وبنات وباش يعملوا فياج نمشي معاه. كان خدمه ما يقلقنيش. اها كان باش يكذب عليا يقول لي ماشي خدمه وهو ماشي يعمل في جو اكيد كان عادي نهد عليه. عادي تعمل فياج قبل العرس بار اكزومبل شنو؟ عادي تعمل فياج قبل العرس انت وبارتنير نتاعك؟ فياج قبل العرس؟ اها اي وي لو بروبليم ما فهمتش معناها نسال فيك نحب نعرف اي كان معناتها جروب باش نسافروا ولا حاجه باش نبدلوا جو نورمال عادي. لا لا كان انا وياك مثلا انا وياك؟ اها انا والبارتنير نتاعي. كيفاش نتخيلك؟ أو فيت أنا حابش نقولك أنا سيكوا مون ستيل الحقيقة. أنا منحبش لي بلون، حابش الشعر الأصفر، حابش العين الزرق. ماذا بيا تكون بون مش ماذا بيا أنت تكون، أما ماذا بيا البارتنير نتاعي يكون هكا بغان، لي شوفو شاتان فونسي نوار. أما أنت كيفاش نتخيلك؟ نتخيلك بلون الحقيقة عكس اللي نحبو جملة. ملا هيا نحيو. أوكي أن دو C'est bon. Trois. Ok. Aslima. Aslima. Ça va. Normalement. Aïe, aïe. Ne te vexe pas. C'est non. En fait, à la façon, tu as une première quand même. حسيتها ياسر معناتها تو ماتش. ان شاء الله عجبتكم الحلقه. عاد ما تنساوش تعملوا ابوني الماتش على الفيسبوك والانستغرام واليوتيوب. وكنت تحبوا تحضروا في الحلقه برتجوا الحلقه وماركوا 3 من اصحابكم.